عندي الطونسيون، عندي الكوليسترول، كنعيش من ديك الفراشة. عندي شلل نصفي، كل واحد وشنو عنده. ما عنديش، ما نكذبش، والله ما عندي. الناس راه ما باقيش تلقاو ما ياكلوا، قال لك هاد الناس رهيب وحشومة. قال لهم يدوز رمضان وحنا ما عندناش، كان اللي خلصتو دايزالي، حنا راه ما عندناش. واش هاد العيالات هادو علاش نخرجوهم؟ علاش؟ حنا اللي رديناكم رئيس مجلس البلدي ورديناك المنصوري عمدة. لا داعي باش تشوفوا فينا هاد تشوفوا هاد الفيديوهات وديروا عين ميكا. حنا يعطونا هي البديل. احنا يا مرات كنعيشوا من هاد الفراشه، هاد الفراشه اللي مشات ما ملي غنجيبو حنايا ملي ناكلو ولا ملي نشربو. حنا هي مرض وما عندناش. انا براسي دابا راه عندي السكر، عندي التهاب في العظم، عندي روماتيزم، عندي الطونسيون، عندي الكوليسترول، كنعيش من ديك الفراشه. يعني ما عنديش، انا راه حيدت من هنا فين غنمشي؟ ما عنديش، ما نكذبش، والله ما عندي. من ليلتي ما عنديش، كنعيش من تما، تما ما كنعيشو. يعني هاد الناس كلهم راه كيعيشوا من ديك الفراشه، يعني ما كاينش منين غنجيبو، يعني يديروا لنا البديل. ما نحطوش هنا غير البديل فين نمشيو، يحطونا نترزقوا الله غير الحل، يديروا لنا الحل. ما نحطوش هنايا في الشارع، ما نحطوش في الشارع، يعني الحل اللي دار، ديروا لنا غير الحل. العواشر هادي فاش نخدموا؟ يعني رمضان هذا بنادم راه ما يمكنش بنادم رمضان ويقعد في الجوع، ما يمكن. ما يمكنش. لا ما قالوا لنا حتى حل، قال لك راه غادي يدير لنا البديل، ولكن حنا ما داروا لنا والو. حنايا ما 20 يوم هذه والناس قاعدين. انا كنت فاتحه دابا خرجت، بغيت ترزقت انا على الله باش نخلص انا العمليه. الناس ما عندهمش، ما يكون العوان، كاينه اللي هجاله، كاينه اللي عندها وليداتها، كاين اللي عنده وليدات هو راجل وما خدام ما ردام. كل واحد والله يكون في العوان ديالو. حنا يعطونا هي البديل، حنا بغينا هي باش نعيشوا، بغينا هي نعيشوا وليداتنا. انا بغينا حنايا تنهضر انا على كل شيء، انا ماشي غير راسي، راه الناس ما الله يكون في العوان ما عندهمش. الناس مضروره، العواشر هذه خلونا حتى العواشر. دابا الناس ما حاسينش، دابا كاين اللي تيتقدم الليري وحنا ما عندناش، كاين اللي يدوز رمضان وحنا ما عندناش، كاين اللي خلصتو دايزالي، حنا راه ما عندناش، راه اللي ما جنا بكتافنا ما تناكلوهاش. عندي شلل نصفي، كل واحد وشنو عنده. حنا ما طلبنا لهم حتى شي حاجه، حنا طلبنا غير نضربوا تماره، يعطونا غير باش نضربوا تماره. هادي 14 يوم ولا هي 15 يوم ما بقاش يحطوا الناس، وعند الناس مساكن كلهم مرض، الله يسعدكم بخير. لا ما نديري لهم شي حل في التقدم هذا، حيت التقدم بزاف. هاد المراه وهاد المراه وهاد المراه كلهم مرض، الله يكون في العوان كاع مرض، ولكن نديري لهم شي حل للتقدم هذا، نديري لهم شي دواء الخير، الله يجي لهم شي دواء الخير. هما يرجعونا لبلايصنا، حيت بزاف راه الناس راه ما باقاش تلقاو ما ياكلوا، قال لك هاد الناس رهيب وحشومه. الناس ارمله، الناس يتيمه، الناس كل حاجه واجه، كاين اللي مجوجه راجلها مسكين ما عندوش ما خدامش، الله يكون في العوان، ديري لهم شي حل. حنا خدام اخويا، راه شتي كان في هاد الفراشه هادي هنا في هاد الشارع. اوبا، وانا في عمري 35 عام، انا كبرت هنا، انا ولد التقدم والحياه التقدم. ما عندناش شي بديل من هنا، وما دار معنا حتى شي بديل. البديل الوحيد اللي عطاوه لنا بيستافدوا به ناس، ماشي هاد الناس. هاد الناس راه ملوكي، هاد الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا كانوا تينضروا بالنظرة ديال الإيمان والتقوى، يشوفوا في هاد العيالات ويشوفوا في هاد الشباب هذا اللي بغى يضيع، اللي شحال واحد قرا وما خدمش، كاين اللي هز والديه، كاين اللي هز وليداته، كاين اللي متشري دواء، كاين تتشير. واش هاد العيالات هادو علاش نخرجوهم؟ علاش هاد العيالات اللي شادين كريديات، والله يكون في عوان، عندهم كمشه ديال الاولاد، اش نديروا لهم هاد العيالات؟ اش نقول لهم يمشيو يبيعوا لحمهم ولا شي يديروا؟ حنا اللي قاعدين ها والدين ولادنا، ها ولادنا تيجروا وحدنا، اش ناكلوا؟ اش نخرجوا نكريسيو نبيعوا لحمنا؟ اللهم انا هذا منكر، اللهم انا هذا منكر. حنا تنحيوا السلطه، ومع السلطه ومع سيدنا ومع رجال الامن، إيه هما شوفوا فينا، شوفوا فينا رحمة. والناس ديال المنتخبين في المجلس البلدي ديال الحي المحمدي تداو ديال، راه حنا اللي تنصوتوا عليكم باش تمثلونا، حنا اللي رديناكم رئيس مجلس البلدي ورديناك المنصوري عمدة.
لا داعي باش تشوفوا فينا تشوفوا هاد الفيديوهات وديروا علميكا. شوفوا بحال هاد الناس، راه حنا اللي رديناكم شانو هما، ماشي تقهرونا حنايا، حنا نطلعوكم وانتوما تهبطوا فينا. واش هادي هي التمسلميت؟ واش هاد الشيء راه توصاكم الله؟ واش هاد الشيء راه تنصوتوا عليكم لخمس سنين ولا خمس سنين؟ واش باش تمثلونا ولا باش تصوتونا؟ اللهم انا هذا من راه عيب هاد الشيء يشوفوه ناس دول اخرين ونشوفوه بلادنا، راه عيب. وحنا مسلمين وحنا مغاربة معروفين على الكرم والتضامن، واش تنتضامنوا مع البراني وولاد البلاد تاني لكم؟ راه هادشي راه ما يبغيه لا الله لا العباد.